قال المؤلف رحمه الله: وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود. وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أن السيد والعاقبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأراد أن يلاعنهما، فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنوا، أي لا تباهلوا، فوالله إن كان نبيا فلعنته لا نفلح نحن ولا عجبنا من بعدنا. قالوا له: نعطيك ما زال، فابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حتى أمين. فاستجرب لها أصحابه وقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح، ولما قام قال: هذا أمين هذه الأمة. وروى البيهقي في صحيح من حديث حذيفة بنحوه، وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نجران، فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما يقرأ يا أختار؟ وقد كان بين عيسى وموسى، ما قد علمتم؟ قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته. قال: أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون باسم أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم النصارى إن تجدوا على ما جاء في القرآن أن في القرآن يا أختاروا؟ قالوا لمريم ابنة عمران أم عيسى بن مريم: يا أختاروا، مع أن هارون وموسى قبل عيسى وقبل مريم حوالي 1000 سنة. قالوا: كيف يقول يا أختاروا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا يسمون أولادهم بأسماء أنبيائهم، يعني أنه هارون آخر سموا أهله باسم هارون أخو موسى، هارون بن عمران. وليس المراد يا أخت هارون، أن المراد أنها حقيقية، أنها أخت هارون. هارون هذا أخو موسى قبل عيسى وقبل مريم ب1000 سنة، لكن هو هارون آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاسم سموا به لأنهم كانوا يسموا مثل ما بنسمي الآن باسم الأنبياء موسى وعيسى ومحمد وهارون وداود وغير ذلك. قال الحاشية: أخرج مسلم في الآداب أمرنا يعني عبد القاسم هذا الحديث صحيح، والمراد أنه هارون آخر من رجال ذلك العصر الذي عاشت فيه مريم. في أيام مريم كان هناك رجل اسمه هارون. قالوا قال بعض العلماء: المراد يا أخت هارون أي في العبادة، لأن هارون كان رجل عبادة من بني إسرائيل، وأنت مثله أخته في العبادة، فكيف ولدت بغير زوج؟ وقال بعضهم: المراد يا هارونية، لأن العرب يقولوا يا أخ العرب،
يا أخا قحطان، يا أخا عدنان، يا أخا العجم، يعني يا واحد منهم. كأنه قال يا مريم يا واحدة من بني هارون. وقال الصديق أن هارون رجل فاسد، وأنهم قالوا يا أخ هارون أي قد أصبحتي تلدي من غير زوج مثل هارون هذا الفاسد. هذا قول ضعيف. المشهور أنه القول الأول أن المراد يا أخ هارون في العبادة، أو يا واحدة من بني هارون مثل ما نقول يا أخ العرب. قال وروينا عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال وبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى أهل النجران ليجمع صدقاتهم أي زكاتهم، ويقدم عليه بجزيتهم، يجمع صدقاتهم ممن كان قد أسلم والجزية ممن لم يكن قد أسلم. فاصل في فقه هذه القصة الذي تسأل فصول وقت نجران من النصارى، ففيها كما تدخل على الكتاب مساجد المسلمين، وقد قلنا لكم في الدرس الأول في درس يوم الاثنين أن هذا المسألة فيها خلاف، فذهب جمهور العلماء إلى جواز دخول الكافر المسجد، وذهب الهادوية إلى عدم جواز دخول الكافر المسجد، وأن الهادوية أحتجت بالقياس في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأقاسوا سائر المساجد. ولكن الجمهور قد احتجوا بالنص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل النصارى نجران المسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدخل نصارى الحبشة المسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدخل الأسرى في يوم بدر مثل جبير بن مطعم بن عدي المسجد، ولأن النبي قد ربط صمامه بالأثر في المسجد. هذا دليل على جواز دخول الكافر المسجد. وأما القياس فهو مصادم للنص، فالصحيح أنه لا مانع من دخول الكافر المسجد. وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم في عمرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا، ولا يمكننا من اعتياد ذلك إذا هو لمناسبة. وفيها أن إجلال الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخل بالإسلام عارف يلتزم طاعته وابتاع عبده ومتابعته، لا يسمى المسلم مسلم إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علموني الصلاة ويقوم يصلي ويصوم. أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وما باشرت الأركان الإسلام ولا استعدت لمباشرة قائل بدخولها فلا يسمى مسلم. أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإجرام لا يكون التزم منه، ونظر هذا قول الحمرين له، وقد سار عن ثلاث مسائل فلما أجابهما قال نشهد أنك نبي، قال وما أصعبهما من اتباعي، قال اعتربوا ولكن لم يمارسوا. ونظير ذلك سألت عمي أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خيرات أهل الدين، ولم تدخل هذه الشهادة في الإسلام. هذا على مذهب الجماهير من العلماء خلافا للشيعة الزيدية والشيعة الجعفرية والسيد أحمد زيني تحلى مفتي بلاد الحجاز قبل أكثر من 100 سنة، توفى 3400 توفى قبل
أسماء مبالغ في إسلام أبي بكر، أما جمهور أهل السنة فإنهم قالوا أن أبا طالب مات كافرا، أما أنا فرأيي ما فيش رجوع للبحث على هذا، إن كان مسلما فلا ينفعنا إسلامه وإن كان كافرا فلا يضرنا كفره. ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة مشاهدة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق ولم تدخل ما تشهد في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والإنقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. أنا قد حضرت واحد نصراني من نصارى لبنى خطب، احنا في مؤتمر في طرابلس جمع الأخ العديد القذافي نحو 150 عالم من علماء الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت من المسيحيين ونحو 150 عالم من علماء المسلمين لأجل يتفاهموا ولأجل يتآخوا. وبعدها كانوا يأذنوا للعضو الذي يريد أن يتكلم 5 دقائق فقط. جاء واحد مسيحي من مسيحيين لبنان تكلم أزيد من 5 دقائق، فأشار إليه بأنه قد خرج الوقت، فقال هذا شمو حال ما تقيدوا الكلام 5 دقائق، فإذا الكلام واضح صحيح معقول ولو ساعة، وإذا الكلام ساكت ولو دقيقة سكتوا. سكت من عند الضغط على زر، وإذا جمع الميكروفونات التي تجاهنا واجبة جمع الآلة التي بتسمعنا، لأن الخطيب يتكلم باللغة العربية ونحن نسمع باللغات الخمس، كل واحد يسمع باللغة الآخرة. وأصدق الآلة هذا الذي في بني سلام هذا غير أنا بنسمعها إذن بنسمع كذا وإذن بنسمع كذا. هو وقف صاحوا كله رد البكر، رد البكر هذا كلام جيد ورتب الكلام هذا والجاي يتكلم. قال ما جازم بتكلموا وراء الجدران، وراء الجدران 4 من فلسفة اليونان والرومان، يجب علينا أن نقوم الآن بالطائرة المسلمين والمسيحيين ونذهب إلى لبنى. في هذه الأيام قبل 20 أو 25 سنة كان أهل لبنان يقتلوا المسيحيين والمسلمين في كل شارع وفي كل بيت وفي كل محطة. قال الفلسفة هذه لا تنفعنا، بل يجب علينا أن نكون جميعا المسلمون يقولوا للإسلام أن محمدا ما كان عنيفا إلى هذا الحد، والمسيحيين يقولوا ما كان عيسى عنيفا إلى هذا الحد. كان عيسى يقول إذا ضربك الظالم في خدك الأيمن فأت الله خدك الأيسر، والنبي محمد كان يقول لكم دينكم ولي دين وكذا وكذا. والناس عجبهم هذا الكلام سكتوا كلهم، قالوا يعني استمر في الكلام وهو عجبه. ورجع قال في آخر الأمر وأنا بالرغم من كوني مسيحيا كاثوليكيا فأنا أعترف لمحمد أنه نبيا مصلحا مجددا، وأقول أمامكم الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. وبعد أصبحنا وقوة من القيامة وجدنا هذا لا بعد أن نصلى وخبت أداء الصلاة اختصار الذي هذا ما شاك العهد، لكن كان ملكه فقط. هذا قصة مثل هذا القصة، لأن احنا سألنا وقلنا أنه أيتم بعد أي صلي بعد أي شيء بيننا، لأن المسيحيين وحدهم احنا وحدنا يختلط بعد بيننا، وإنه حق العهد لكن كهرباء الجوف. وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافرين إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله
ولم يزل هل يحكم بإسلامه بذلك على ثلاثة أقوال وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد إحدى يحكم بإسلامه بذلك وإذا أردت فيجرى عليه حكم الردة والثاني لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله والثالث أنه إذا كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه وإن لم يكن مقرا لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به وليس هذا موضع اختلاف متى وإنما أجبنا إليه إجابة وعلى الكتاب مجمع على أن نبيا يخرج في آخر الجماعة وهم ينتظروا له ولا يشفع العلماء بأنهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وإنما يمنعهم من الدخول بالإسلام رئاستهم على قومهم وحضورهم لهم وما ينالونه منهم من المال والجاه بعضهم قد اعترف بالنبي ولكن أيترك الجاه أو الملك أو غيره ما يحكم عليه بالإعدام؟ ماشي ما لم يتزاول ما قد تزاول شهادة بيعترف هكذا لأن بعضهم قالوا أنه نبي ولكن نبي للعرب لا لبني إسرائيل لأن بني إسرائيل لا يحتاج إلى نبي من العرب لا يحتاج إلى نبي من العرب وهم أهل النبوة قالوا عليه ما لم قد اعترفتم بأنه نبي والنبي لا يكذب وقد قال انني بعث الى العالمين والقران قال انه بعث الى العالمين فعليكم ان تطيعوا فندعوك لكم بداوا يقولوا انه نبي للعرب لما احكموهم سكتوا ومنها جواز مجادله على الكتاب ومناظره اما لاستحباب ذلك هذا الوجوب اذا قالت مصلحته من اسلام إسلام من يرجى إسلام منهم وإذا مدى الحج عليهم ولا يهلك من مجادلة إلا عاجل عليك مدى الحج فليولي ذلك إلى أهله من عارف أنه ما يستطيع يناظرهم فيجب عليهم ناظرهم والذي تالي بنفسه أنه ما يستطيع ناظرهم لا ينبغي له أن يناظرهم وأن يخل بين المطيع وحافيها والقوس وبابها ولولا خشيت الرجال الذي كرنا من الحجاج التي تقدم اهل الكتاب الى الاسلام بانه رسول الله بما في الشبه وبما يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه ما يزيد على من الطريق ونرجو من الله سبحانه وتعالى بمصنف مستقل ودار بيني وبين بعض علمائهم علماء سوريا مناظرة في ذلك وقلت له في أثناء الكلام ولا يتم لكم الجد في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالطعن في الرب تعالى والجد فيه ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد تعالى الله عن ذلك فقال كيف يلزمنا ذلك قلت بل أعظم من ذلك لا إلا بجهوده وإنكار وجوده تعالى وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عنده ليس بنبي صادق وهو بزعمكم ملك ظالم فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتكول عليه ما لم يقله ثم يتم له ذلك ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع ويمسح البلد ويضرب الرقاع ويحس العزم عبثا وهم اهل العدل ويشفي نساءهم واولادهم اذا قد اعتقلتم بالشونة وقد طالعنا سيرة النبي فوجدنا يعمل هذه الاشياء والله سبحانه وتعالى بينصر دائما دليل على ان الله على قولكم هذا ظالم لأنه كنا رجلا معتدي قال ويتم لكم ذلك حتى يفتح الأرض ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله تعالى له به وبهمته له والرب تعالى
20 سنة وهو مع هذا كله يزيد وينصره ويعني أمره ويمثله من أسباب النصر الخارج عن عادة البشر. وعجب من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداء من غير فهم منه نفسه ولا زبا من كان بدعائه وتاريخ استعصيهم سبحانه من غير دعاء منه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يرضي له كل حاجة سأله إياها دارا ويحد ويعده كل وعد جميل. ثم يجد له وعده على أتم الوجود وأهناها وأكبرها. هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أكذب ممن كذب على الله واستقر على ذلك، ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله وسعى في دفعها من الأرض وتبديلها بما يريدها وكثر أولياءه وحسبه وأتباع رسله واستقرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى في ذلك كلهم يكرهم ولا يعبد الله اليمين ولا يعبد الله المسيح. فالله سبحانه وتعالى يؤيد الكذابين وينشر الكذاب ويهلك عدو الكذاب. إذن فالله سبحانه وتعالى على هذا ظالم. هذا خلاصة ما يقول. وهو يخبر عن ربي أنه وأوحى إلي أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فيلزمكم معاشر من كذب وعد أمرين، لا بطلكم منهما، إما أن تقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر ولو كان للعالم صانع مدبر كثير حكيم. لا أحد على يديه ولكاب له أعظم كابله وجعله نكالا للظالمين إذ لا يريد بالملوك غير هذا، فكيف بملك السماوات والأرض وأحكم الحاكمين. الثاني نسبة الرب إلى ما لا يريد به من الجور والسبع والظلم وإضلال الخلق دائما أبد الآباء، لا بل نصرة الكاذب والتمكين له من الأرض وإجابة دعواته وقيام أمره من بعده وعلاج المرض دائما وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة قرنا بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع وناد، فإن هذا من فعل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فأردت قدحتم في رب العالمين أعظم قدح وطعنتم في أجل طعن وأنكرتموه بالكلية، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين كان في الوجود وظهرت له شوكة ولكن لم يتم له أمر ولم تصل مستجد، بل سلط عليه رسله وأتباعهم فمحضوا أثره وقطعوا الكافر واستأصلوا شاكته. هذه سنته في عباده استقامة الدنيا وإلى أن يرد الأرض ومن عليها. فلما سمع مني هذا الكلام قال معاذ الله أن نقول أنه ظالم أو كاذب، بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه واكتب أثره فهو من أهل النجاة والتعاطف بالأخرى. قلت له فكيف يكون سالك طريق الكذاب والمبتدئ أثر بزعمكم من أهل النجاة والتعاطف، ولم يجد طيب الدم من الاعتراف برسالتي ولكن لم يرسل إليهم. رجعوا قالوا نعترف أنه نبي ولكن أرسل إلى العرب ونحن لم يرسل إلينا لأننا من أمم غير الأمة العربية
لأن أهل الشام بعضهم من سلالة الرومان وبعضهم من سلالة العرب. قلت فقد لزمك تصديقه ولا متوافق. إذن قد حكمت على نفسك بأنك معترف بأنه نبي، والنبي بإجماع لا يكذب، وقد قال لنا أنه مرسل إلى العالمين. وقد لزمك تصديقه ولا بد، وهو قد تواترت عن الأحباب بأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين تابيهم وأميهم. أو مدعى ودعا على الكتاب الى دينه وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى عجزوا بالصغار والجزيه فبهت الكافر وذهب من بوله. ما زدت جهلا ولا زد اعتراف. ما لو قال لك اعترفت بانه نبي وهو قال انه بعث الى العالم وفعلا اخذ الجزيه من الكفار أهل الكتاب وهم صاغروا. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل في قتال الكفار على خلاف مللهم ونحنهم إلى أن توفي، وكذلك أصحابه من بعده. وقد أمر الله سبحانه بقتالهم بالتي أحسن، السورة المكية والمدنية. أنتم عندكم السورة والسور؟ السورة المكية والمدنية. أعمل يقول في سؤال المكي والمدني، ولا في سؤال المكي وفي سؤال المدني. وأمروا أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهرة، وبهذا كان الدين. وإنما جعل السيف العاصرة للحجة وعدل السيوف سيف يظهر حجة الله وبيناته، وهو سيف رسوله وأمته. خاصم ومنها أن من عظم مخلوقا فوق منزلتها التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك بالله. النصارى قالوا أن عيسى هو ابن الله، فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره، وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل. وأما قوله أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجرة باسم الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا الحديث الذي قلنا أنه حديث ضعيف، فلا أظن ذلك محفوظا. فقد كتب إلى هرقل ملك الروم بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله. وقد وقع في هذه الرواية هذا، وقال ذلك قبل أن ينزل عليه قاسم. تلك آيات القرآن والكتاب المبين. وقال خلط على خلط، فإن هذه السورة مكية وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك. وفيها جواز إهانة رسل الكفار وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعارض والتكبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلم النذر ولم يرد السلام عليه حتى لبسوا ثياب سفرهم وألقوا حللهم وحلاهم. ومن أهل السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهرة. وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل أن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عمار لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروق، ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين، ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة. سفيان الثوري وعلماء العراق وهم الحنفية الذي سموهم أهل العراق، والمراد بأهل العراق الحنفية لأن مشايخ أبو حنيفة وتلاميذه كلهم عراقيين.
حنيفه مذهبه انهم لا يرفعوا ايديهم الصلاه الا عند تكبيره الاحرام، ومذهب الاوزاعي انه عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، ولهذا تناظروا وقال له انه ولد حديث قال سفيان الثوري وهو عالم اهل العراق قال ان ابن مسعود قال ما بالله تكبير واحد رواه عن النبي تكبير واحد، ولكن الاوزاعي اتى بحديث التكبير في الرفع عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، وقال ان الرجال الذي رووا هذا اوثق من الرجال الذي روى عنهم ابو حنيفه، ولا سيما ان المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ على من لم يحفظ، ومنها جواز سرعه على القتال على ما يريد الامام من الاموال ومن الثياب وغيرها، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزيه عليهم، فلا يحتاج الى ان يفرز كل واحد منهم بجزيه، بل يكون ذلك المال الجزيه عليهم يكتسبونها كما احبوا. لا مانع للامام اذا دخل ارض الرب وقالوا قد اطعناك وداخل تحت سلطه الاسلام ولكننا لا نسلم، قال يجوز للامام ان يقول لهم سلموا الجزيه. على كل حال من ذكر دينا وليس على النساء ولا على الاطفال، ويحتمل ويجوز له ان يقول انا اعرف منكم في راس السنه كذا كذا الف ثياب او كذا كذا الف دينار وتقاسموها بينكم كيفما كان. ففي هذا الحديث لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بانهم يسلموا الجزيه على كل فرد عاقل ذكر، بل قال نعرف منكم كذا كذا حله وشدوا بيناتكم البين، فلا مانع للامام ان يفرض عليهم مبلغ معين ويكسبوا كيف ما يريدوا، او يقول على كل واحد بجزيه. ولما بعث معاذ الى اليمن امره ان ياخذ من كل حال من دينارا او عدله معافريا، اما يدي دينار او يدي سياد ثوب من سياد المعافر الذي كانت تورد الى بلاد الحجاز، وبلاد المعافر هي البلاد التي بسميها الحجري وصبر، صبر والحجرية من عند من طرفها الى طرف حدود الحجرية كلها كانت تسمى في ايام العرب في الجاهلية وفي ايام الاسلام وفي القرون الاولى كلها ما سميت حجرية الا بالتواريخ القريبة قبل 700 سنة، اما في ايام بني رسول في ايام المؤرخ الخزرجي والمؤرخ البريري والمؤرخ الجندي وغيرهم من المؤرخين الى اليمن الاسفل ما يسموها الا بلاد المعافر، وفي التواريخ الاخيره سموها بلاد الحجريه. المعافر واهل السحور واهل نجران كانوا يقولون مصنف. نعم. ولما بعث معاذا الى اليمن امله ان ياخذ من كل حال دينارا او عدله معافريا، والفرق بين الموضعين ان اهل نجران لم يكن فيهم مسلم وكانوا اهل صلح، واما اليمن فكانت اهل الاسلام وكان فيهم يهود، فامره ان يصرف الجزيه على كل واحد منهم، والفقهاء يخصون الجزيه بهذا الجسم دون الاول وكلاهما جزيه، فانه مال ماخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام، ومنها جواز سلوك الحلال في الذمه كما تثبت في الديار ايضا، وعلى اداره السلوك في الذمه بعقد السلام وبالضمان وبالطلب كما ثبت في ذلك بعقد الصداق والخلق، يعني ان يكون في ذمتهم كذا كذا حله
ويضمنها، وإذا تلفت يعطوا بدلها مثل ما يضمن الإنسان الماء. وحفظ الخلق، ومن أن يجب محاولتهم على ما قالوا من المال بغيره من أموال بإحداثه. ومن أشراط الإمام على الكفار أن يأوه رسلهم ويكلمهم ويضيفهم أياما معدودة. ومن جواز الصلاة عليهم حاجة ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع أو حيوان. وأن تلك العادية مضمونة، لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرط؟ العادية لا، اختلف العلماء في من استعار من شخص ثم أتلفه هل يضمن أو لا. الصحيح أنه لا يضمن إلا إذا شرطوا عليه الضمان، مثل ما شرط النبي، شرط على النبي على نفسه لصفوان بن أمية أو عكرمة بن أبي جهل، قال له عادي مضمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لصفوان بن أمية عيرنا تلوح حاربها أهل الطائف وأهل حنين وخواتم، قال أغصبا يا محمد؟ قال ولكن عادية مضمونة، أي أنني أشرط على نفسي أنني أضمنها. ولهذا لما نقص بعضها أو تكسر بعضها ردوها إليه، فقال النبي نحن قد شرطنا أن نضمنها والآن نضمن ما تكسر. قال قد أصبحت مسلما وقد سامحتكم في ذلك. قال العلماء فيه دليل على أن العاني لا تضمن إلا إذا شرطوا الضمان، وأما إذا لم يشرطوا الضمان فلا ضمان. فمن كان سيعير جنبيته واحد من الحراوة يشرط عليه أنه ضام، فإذا سيصلي في مسجد وطرحها فوق المظاهر أو في البنية وسار يتوضا وسندها عليه فهو ضامن. وأما إذا لم يكن قد شرط عليه الضمان فلا يضمن، إلا إذا جنى أو فر بأن ترحى في حوش البيت أو في الجباب وترحى في المحل الذي يدعو به الجنابي فلا مانع. هذا قول أهل المذهب الهادوي وجماعة من العلماء وهو المعمول به. وقال بعضهم أنه ضام مطلقا سواء اشترط الضمان أو لم يشترط الضمان. وقالوا في قوله عادي مضمونة أن لفظة مضمونة صفة كاشفة، أي عالية، ومن شأن العالية أنها مضمونة. والآخرين قالوا صفة مقيدة، كأنه قال عالية مشروط ومقيد بأنها مضمونة، وأن العالية تنقسم إلى قسمين، عالية يشترط فيها الضمان وعالية لا يشترط فيها الضمان. فالصحيح أن الصفة هذه مقيد وليس كاشفة، لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرط؟ بالشرط إذا قلنا أن الصفة مقيد، أو بالشرط إذا قلنا أنها كاشفة وأن الشريعة تضمن المستعير مطلقا. هذا محتمل، وقد تكتب الكلام عليه في غدوة حنين، وقد شرحها هنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض لضمان الدار. إلى هنا. أن الإمام لا يجب له الكتاب على المعاملة الربوية لأنها حرام في دينهم، وهذاك ما لا يظلم على ولا على الورق والسنة، بل يحتم على ذلك. فإذا لقينا يهودي قد زنى أو راضى وهو تحت ذمتنا لا نفتش عليه، لكن إذا قد خرج الخطأ إلى الحاكم المسلم الشرعي فعليه أن يجري عليه الخطأ. إلى هنا.
وأعانه بوجه ما، بل ومن حرم ذلك ولم يرفعه إلى وليها، فإن هذا من أعظم الغش والضلال في الإسلام والمسلمين. بعض النصارى الذين في بلاد الشام هم عاهدين أنهم يدخلون تحت الذمة ولا يغشوا ولا يخدعوا ولا يخونوا، لكن خانوا وتعبوا وأحرقوا بعض المحلات حتى وصل الحريق إلى الجامع، فأفتى ابن تيمية وابن القيم وغيره بأنهم قد نقضوا العهد وأن للدولة أن تعذبهم حتى يرجعوا عن غيهم ويضمنوا ما عملوا، منهم من كان متعمدا ومنهم من لم يباشر، ولكنه عالم وقد كان عليه أن يبلغ الدولة. ومنها بعض الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أميناً، وهو الذي لا مرض له ولا هوى، وإنما مراده مجرد مرضات الله ورسوله لا يشبه بغيرها، فهذا هو الأمين. حتى الأمين حال أبي عبيدة بن الجراح، ينبغي للدولة أن لا تنزل رسول يقبض الخراج أو يقبض الزكاة أو يعمل أي شيء أو يكشف إلا إذا كان في غاية من الدين والأمانة، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح إلى نصارى نجران. ومنها مناظرة على الكتاب وجوابهم عما سألوا عنه، فإن أشكل على المسؤول سأل أهل العلم. ومنها أن الكلام عند الإدراك يحمل على ظاهره حتى يكون دليل على خلافه، وإلا لم يشكل على المضيرة. قوله تعالى: يا أخت هارون، هذا وليس بالآية ما يدل على أنه هارون ابن عمران حتى يبدأ الإشكال. يا أخت هارون، ما كان توهم بعضهم أن المراد به هارون أخو موسى، مع أن ما بين عيسى وبين ما بين عيسى بن مريم ما بين مريم فيما بينهما وبين هارون أخو موسى نحو 1000 سنة، لكنهم حينما قالوا يا أخت هارون، أي يا واحدة من بني هارون، سامع نقول للشخص يا أخا قريش، أي يا قريشي، ونقول لمن كان هاشميا يا أخا هاشم، ولمن كان عجميا يا أخا عجم، يعني يا عجمي يا واحدا منهم. فحينما قالوا يا أخت هارون، يعني يا واحدة من بني هارون. وقال بعضهم أن هارون هذا كان موجود في عصرها وأنه من الرجال الطيبين، فقال يا أخت هارون. وقال سدي أنه رجل فاسق وأنه شبهها بهذا الرجل الفاسق. على كل حال، هارون هذا غير هارون أخو موسى، بل المورد ضم إلى هذا أنه هارون بن عمران، ولم يكتب بل المورد ضم إلى هذا أنه هارون بن عمران، مع أن ما مش في القرآن أنه ابن عمران، ولم يكتفي بذلك حتى ضم إلي أنه أخو موسى بن عمران، ومعلوم أنه لا يدل الله على شيء من ذلك، فإيراد فاسد وهو إما مسوء الفهم أو فساد القصد. وأما قول ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم أي زكاتهم ويكتب عليه بجزيتهم، فقد يظن أنه كلام متناقض، لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان. يجمع زكاة من كان قد أسلم، ويجمع جزية من لم يسلم. وأشكر من ما ذكره وغيره أن النبي
صلى الله عليه وسلم بعض خالد بن الوليد في شهر ابي على اهل او جماد الاولى 13 الى بن الحارث ابن كعب بن نجرى وامره ان يدعوهم الى الاسلام قبل ان يقاتلهم ثلاثا فان استجابوا فاقبل منهم وان لم يفعلوا فقاتلوا فخرج خالد حتى كذب عليهم فبعث الحكام يضربون في كل وجه ويدعون الى الاسلام فاسلم الناس ودخلوا فيما دعوا اليه فاكان فيهم خالد يعلمهم الاسلام وكتب بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبل ويقبل اليه بوقته وقد تقدم انهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارحهم على الفي حله وكتب لهم كتاب امن وان لا يغيروا عن دينهم ولا يحشروا ولا يعشروا لا يحشروا ولا يعشروا اي لا يضربوا ويحشروا يعني يجاهدوا مع المسلمين ولا يعشروا ولا ياخذ منهم زكاه وجواب هذا ان اهل نجران كانوا صنفين نصارى واميين فصالح النصارى على ما تقدم واما الاميون منهم فبعث اليهم خالد بن الوليد فاسلموا وقدم وابدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تعلمون من قاتلكم بالجهاد قالوا كنا نستمع ولا نتبرع ولا نبدا احدا بظلم قال صدقتم وعمر عليهم جيش بن الحسين وهؤلاء هم بن الحارث بن كعب وقولوا بعض عليا الى اهل نجران لياتوا بصدقاتهم أو جديتهم على تبيه الطائفتين من أهل نجران صدقات من أسلم منهم وجدية النصارى وقد أجلاهم عمر بن الخطاب من بلاد نجران عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فاصل في قدوم رسول فروه بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم هذا فروه بن عمرو الجذامي كان متوليا على بعض العرب الذين كانوا في اطراف بلاد الروم وكان مستقلا استقلالا ذاتيا داخل سيطره القيصر ملك الروم قال ابن اسحاق وبعث فروه بن عمرو الجذامي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا باسلامي واهدى له بغله بيضاء وكان فروه عاملا للروم على من يليهم من العرب وكان منزله معنا الان مدينه مشهوره في المملكه الاردنيه الهاشميه اطراف بلاد الشام عمان ومعان الآن في بلاد الأردن الرجاء إبعاد السيارة الهرس رقم كذا كذا من الطريق الرقم خصوصي منع السيارة خصوصية هيلوكس قال الراوي فسكتوا اي بشروا هذا؟ لك ما موجود ايه؟ 15 سنة كم هذا؟ حتى لنا هم قد قلنا لهم كل واحد يصير يعرض جد وحدين لا يوقف حد يحوز علي ولا يحوز على حد قال وكان فروه عاملا للروم على من يليهم من العرب وكان منزلهم معان وما حوله من اهل الشام فلما بلغ الروم ذلك من اسلامه هذه الايام ما كان يسموها الا بلاد الشام لكن الاستعمار الفرنسي لعنه الله هو الذي فرق فجعل هذه البلاد دمشق وغيرها سوريا وهذه سماها الأردن وهذه سماها لبنان وهذه فلسطين وهذه الإسكندرونة التابعة لتركيا هذا لا كله في أيام الدولة العثمانية
وفي أيام الدولة العباسية وفي أيام الدولة الأيوبية كلها اسمها بلاد الشام. كان طلبوا وتأخذوا فعبسوا عندهم. فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم قال لهم عفراء في فلسطين، قال ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفراء فوق إحدى الرواجل؟ قال الرواحلي الحليل الزوج والرواحل الأصل الإبل، ويريد بأحد الرواحل الخشبة التي صلبوه عليها. ينادي مرته ما رضيش يعترف أو يرتد عن دينه إلى حد أنهم قتلوا صبرا على ناجة لم يضرب البحر أمها مصدقة أطرافها بالمنازل على إحدى الرواحل، ليست الراحلة المراد بها الجمل أو الحمار أو البغل أو غيره، لكن هو المراد بها الخشبة التي علقوه عليها بدليل قوله على ناجة ليست ناجة الشبة ولكن شبهها بالناجة لم يضرب البحر أمها. هل يتصور ناجة أمها ما تفش على ما لحقوش على أمها؟ هذا لا يتصور، هذا من مثابة اللغز. إذا قلت لواحد ما معنى قول الشاعر على ناجة هذه الناجة أمها لم يدركها البحر ولم ينزو عليها البحر طول عمره، إذن كيف ولدت؟ المراد بها الخشبة على ناجة. هل شيء ذكي في هذا الشعر وهذا البلاغة وهذا التشبيه؟ وهم كتب يبتل على ناقة لم يضرب البحر أمها ومشذبة أطرافها بالمناجل. المنجل والقد والخشبة هم على ما يقطعوها من الشجرة ويشذبوها من أطرافها الخشبة. فهذا بيقول أنه راكب على راحلة، هذا الراحلة لا أمها ضرقت، وأيضا هذا الراحل قد شذبوا أطرافها، مع أن الجمل أو الثور أو غير من الحيوانات إذا قد قطعوا رأسه وأيديه ورجله وشذبوه القط ما عاد يعيش ولا عاد يشتري ركب. على ناقة لم يضرب البحر أمها مشذبة أطرافها بالمنافر. هذا يشمل لغز. قال ابن إسحاق ودعم الزهري أنهم لما كتموا ليقتلوا قال بلغ سرعة المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي، ثم ضربوا عنقه وصلبوا على ذلك الماء يرحمه الله. هذه القصة من سيرة ابن هشام. فاضرب في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن الوليد بن نويف عن كريم مولى ابن عباس عن ابن عباس قال فعضد بن سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب عليه فاناخ بعيره على باب المسجد فعقله، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد جالس في اصحابه فقال ايكم ابن عبد المطلب؟ انما قال ما قالش ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان مشهور عند العرب، كان عبد المطلب مشهور عند العرب، ولا سيما بعد قصة الفيل حينما هاجمت الحبشة مكة، فقال أنا
رب إبليس، والله سبحانه وتعالى سيحميه. الكعبه وبعد ذلك العرب اعتقادا في قريش واعتقادا ايضا في عبد المطلب. اما والد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مات صغير قبل ان يشتهر، ولهذا كثيرا ما قد كان النبي يقول انا النبي لا كذب عن ابن عبد المطلب. فقال ايكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب. فقال محمد؟ فقال نعم. فقال يا ابن عبد المطلب اني سائلك ومغلظ عليك في المساله فلا تجدن في نفسك. فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم لا اجد في نفسي. فسال عما بدا لك. فقال انشدك الله، انشدك الله الهك واله اهلك واله من كان قبلك، من كان قبلك واله من كان وكائن بعدك. الله بعثك الينا رسولا. قال اللهم نعم. قال فانشدك الله الهك واله من كان قبلك واله من هو كائن بعدك. الله عبدك نعبده لا نشرك له به شيئا. في همزتين خففت الى المد، الهمزه الاولى همزه الاستفهام، والهمزه الثانيه التي في اسم الجلاله اصلها الله. لكن العرب اذا اجتمع همزتين يضرب احدهما مده فتقول الله أبرك. وأن نخلع هذه الأنداد أصلاً التي كان آباؤنا يعبدونها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفرائض الإسلام كلها يشده عند كل فريضة كما نشد بالتي قبلها حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسألت هذه الفرائض وأشهد ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف رافعا إلى بعيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ولى إن يسلك ذو العصيصتين، يعني العصيصتين من الشعار، ثم معه يعني قصنين من الشعار في رأسه، يدخل الجنة. وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا قديرتين. ثم أتى بعيره فأخرج عجاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا عليه. وكان أول ما تكلم به أن قال بئسة اللات والعزى. فقالوا ما يا ضما؟ ما اسم فعل بمعنى كف مثل صاح بمعنى اسكت. اتقي البرص والجنون والجذع. كانوا يعتقدون من تكلم في اللات والعزى فإنه يصاب بالبرص أو بالجنون أو بالجذع. قال ويلكم إنهما ما يضران ولا ينفعان. إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا أستنقذكم به مما كنتم به. وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأني قد جئتكم من عندي بما أمركم به ونهاكم عنه. يرحمكم الله. فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال ابن إسحاق فما سمعنا بوافد قوم أفضل
من ضمام ابن ثعلبة، والمصاب في الصحيحين من حديث أنس بنحو هذه. أخرجها البخاري في العلم ما جاء في العلم. وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن بدون ضمان كان بعد فرض الحج، وهذا بعيد. فالظاهر أن هذه الوفاة مدرجة من كلام بعض الرواة، وغير الحافظ بن فتح أن هذه اللفظة ثابتة وليست مدرجة. فراجعوا الأصل عدم الإرجاع، عدم الإدراك. ومن ادعى أنها زيادة من الراوي فعليه أن يأتي بالدليل، وإلا ضرر ما جاء إلينا كله سيكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتوهم أو الحكم على الراوي أنه زيدها من عنده تحكم يحتاج إلى دليل. ولهذا أن الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري سنة صحيح البخاري قال الأصل أنها من أصل الرواية المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنها مدرجة من كلام بعض الرواة. فاصل في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا في ذلك لأبي بكر البيهقي عن جامع بن شداد قال حدثني رجل قال له طارق بن عبد الله قال إني لقائم بسوق المجاز إذ أقبل رجل عليه جبة له وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة يقول يا أيها الناس لا تصدقوا فإنه كذاب. الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس في مكة، والثاني هو عدو الله أبو لهب. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا فلان من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله. قال قلت من هذا الذي يفعل بي هذا؟ قالوا هذا عبده عبد العزى. اسمع هذا يسمى عبد العزى ويسمى أيضا هذا اسمع العرب عبد العزى وكنيته أبو لهب وأبو طالب ما كنيته ما كنيت أبو طالب علي ابن أبي طالب ما كنيت ما اسم أبو طالب هاشم عبد مناف شيبة عبد مناف ثاني ما عبد مناف أبو طالب اسمه عبد مناف وأبو بكر ما اسمه عبد الله ابن أبي قحافة ما اسم أبو قحافة عثمان عبد الله ابن عثمان. قال قلت من هذا الذي يفعل بهذا؟ قال وهذا عمه عبد العزى. قال فلما أسلم وهاجر خرج من الربما نريد المدينة نمتعل من تمرها، فلما ذرنا من حيطانها ونخلها كنا لو نزلنا. فلبسنا ثيابا غير هذه فإذا رجل في ضمرين له فسلم وكان من أين أكبر القوم؟ قلنا من الربذة. قال وإن تريدون؟ قلنا نريد هذه المدينة. قال ما حاجتكم فيها؟ قلنا نمتعل من تمرها أي نتجر ونشتري من تمرها. قال ومعنا ضعينة لنا يعني امرأة ومعنا جمل أحمر مخطوط. فقال أتبيعنا جملكم هذا؟ قالوا نعم بكذا وكذا صاع من كم. قال فما استوضعنا مما كنا شيئا ما زدنا جلهم. فأخذ بخلقها ونموه أنا موافق على هذا الثمن وأخذ الجمل ومشى. قالوا ماذا الخطا فينا؟ سلمنا لها الجمل وسلمنا الثمن ونحن نجد منه. فأخذ بخطام الجمل وانطلق. فلما توالى عنا بحيطان المدينة ونخلها كنا ما سمعنا والله ما بعنا جبرنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمنا
لا دنينا منهم ولا سلم الزمان. تعالى تقول البدع الذي معنا والله لقد رأيت رجلا كأن وجهه شكة الجمل ليلة البدر. أنا ضامنة لثمن جملكم. وإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن إسحاق قالت الطعينة فلا تلاوموا لا تلاوموا يعني لا يلوم أحدكم الآخر. فلقد رأيت وجه رجل لا يرديه بكم ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فبينما هم كذلك إذ أقبل رجل فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليكم. هذا تمركم فاكلوا واشبعوا واختاروا واستوفوا. فأكلنا حتى شبعنا واخترنا واستوفينا. ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد فإذا هو كائم على المنبر يخطب الناس. فأدركنا من خطبته وهو يقول تصدقوا بأن الصدقة خير لكم. اليد العليا خير من اليد السفلى. الجماهير من العلماء قالوا اليد العليا هي يد البعض واليد السفلى هي يد الفقير المستعطي. وقال بعض الصوفية اليد العليا هي يد الصوفي الذي بيضرب من التاجر الماء واليد السفلى يد التاجر الذي بيعطيه. أمك وأباك وأختك وأخاك وأبناك أبناك. إذا أجبر رجل من بني يربو أو قال من الأنصار فقال يا رسول الله لنا في هؤلاء دماء الجاهلية. فقال إن أما لا تجنب إلا أبارا لا تجني على إن أما لا تجني على ولد إن أما لا تجني على ولد إن أما لا تجني على ولد. قالها ثلاثا أي أنه لا تجلو واجلة وزر أخرى لا يجني أحد على أحد لا الأم على ولدها ولا ولدها على أمه. يعني إذا كان معكم صح فاذهبوا لعند الذي قدركم. هذا ما تخلون. الإسلام يقول لا يجني أحد على أحد. فاطر من قلوبهم تجيب هذا بضم التاء وفتحها فضل من كندة. وأيضا في بعض الكتب قالوا أنها من الشكور والشكور والسكاتب هي كبائر تعز لكن ما بيحافظوا على أنسابهم مثل ما أهل اليمن الأعلى تاريخ الحاشدي والبكيري والهمداني وكل واحد تاريخ وهذا تابع لكذا وهذا تابع لكذا. ولا كتب التاريخ تدل على أن اليمن الأسفل تعز وحولها تسمى قبائل السكون والسكاسك ومثل الجرد وتعد غيرها وصفر والحجرية ويفرس يسموها في التاريخ قبائل المعافر. وقال وكتب عليه صلى الله عليه وسلم وافتجي وهم من السكون كذاك والسكون سكون فتحسين وظنك قاتل من كندة باليمن فهم تجيب هذا كبير يمني جزء من السكون والسكون هذا السكون جزء من كندة من قبائل كندة. 13 رجلا قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم منزلهم وقالوا يا رسول الله سقنا إليك حق الله في أموالنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها فاكشفوها على فقرائكم، لأن الشريعة تقول أنهم يقدموا فقراء البلد. قالوا: يا رسول الله، ما كتبنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما وفد من العرب مثل ما وفد به هذا الحي من تجيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهدى بيد الله عز وجل، فمن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها، وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنة، فازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم رغبة، وأمر بلالا أن يحسن ثيابته، فأقاموا أياما ولم يطيلوا اللبس. فقيل لهم: ما يعجبكم؟ فقالوا: نرجع إلى من ورائنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامنا إياه. وبارك علينا. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه، فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأربع ما كان يجز به الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إليه فإذا الوضوء يجيزهم. وفي آخر وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أن أجيز الوقت بما كنت أجيزه. قال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: نعم، غلام خلفناه على رحالنا وأحدثنا سنا. قال: ارسلوه إلينا. فلما رجعوا إلى رحاله قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي حاجتك منه، فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعنا. فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، إني امرأ من بني أبذا يقول من الوهد الذين أتوك آنبا الذي أتوك الآن في هذا اليوم، فقضيت حوائجهم فاقض حاجتي يا رسول الله. قال: وما حاجتك؟ قال: إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي، وإن كانوا قدموا راغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم، وإني والله ما أعملني من يعني ما أوصلني من بلادي إلا أن أسأل الله عز وجل أن يغفر لي وأن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى الغلام: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه. فانطلقوا راجعين إلى أهليهم. ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم من منى 18، لأن الوافد هذا الظاهر أنه سنة في عام الوفود وهي السنة التاسعة. فقالوا: نحن بنو أبذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثله قط، ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله. لو أن الناس اكتسبوا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، إني لأرجو أن يموتا جميعا. فقال رجل منهم: أوليس يموت الرجل جميعا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشعب هواؤه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية، فلا يبال الله عز وجل بأي هلك هذا الذي يموت وهو يجد أفكار في أشياء آخر.
والنبي بيقول أنه يرجو أن يموت وهو مستقيم على ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مع ذلك الغلام فينا على أفضل حال وأسعده في الدنيا وأقنعه بما رزق. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونجع من نجع من أهل اليمن عن الإسلام مع الأسود العنسي صاحب سرعة سرعة ما يتحاكم منها إلا عند الأسود العنسي ولا عند قول عمر بن الخطاب. والله لو تبالى أهل سرعة على رجل على قتل رجل واحد منهم لقتلتهم به. سرعة بتدخل بالتاريخ البيان. قال فذكرهم الله والإسلام فلم يرجع منهم أحد. وجعل أبو بكر الصديق يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به أنه حينما وصل الخبر إلى عند النبي إلى عند أبي بكر أن كان قومه قوم هذا الولد كانوا سيرتدون فقام فردهم عن فكرتهم. قال وما قام به فكتب إلى زياد بن لبي يوصي به خيرا. هذا زياد بن لبي أحد أمراء أحد الأمراء الذين كانوا متولين على بعض اليمن في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للدواء فالسموها على فقرائكم، يعني لا حاجة أن نعطيها للطول. هل هذا صحيح؟ هذه مسألة ثانية. هل ولاية الزكاة إلى الدولة أو إلى أصحابها؟ فذهب جماعة من العلماء منهم الشافعية إلى أن ولايتها إلى أربابها، وقال جماعة من العلماء منهم الهادوية الزيدية والشوكاني وجماعة من العلماء إلى أن ولايتها إلى الدولة. هذه المسألة الثلاثية في باب الزكاة، هل الجزية تؤخذ بدلا عن الإسلام أم بدلا عن الجندية أي القتال مع جيش المسلمين؟ فهل تؤخذ الجزية من النساء؟ لا تأخذ الجزية من النساء ولا من الأطفال، وإنما من الرجال الذين يحاربوا، وهي الذي سموها ضريبة الدماء. إنهم يكرموها ما يحاربوش، وأنهم في حماء الدولة إذا قد سلموا. ولهذا روي عن بعض القادة الذين فتحوا بلاد الشام في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان هناك قرية فيها يهود، فعبرهم القائد هذا بأن يسلموا الجزية، فسلموا الجزية. ثم إن جيش المسلمين ضعف فأرسل إليهم أننا سنرث لكم الجزية عليكم، لأننا نأخذ منكم الجزية على أننا نؤمنكم، والآن الجيش الإسلامي ضعيف لا يستطيع أن يؤمنكم. فقال اليهود ما دام أنتم في غاية من العدالة إلى هذا الحد فخذوا الجزية هذا وسنحافظ على أنفسنا من الرومان حتى يتأتي جيوشكم حافظ علينا. فمثلا قالوا الجزية عن المسيحيين بمصر. بمصر ما يفهم مسيحيين مصر. مسيحيين مصر الصواب مسيحي مصر لأنها تحذف النون في العظام، أو أي أقليات غير مسلمة توجد ضمن بلاد المسلمين. نعم، في أيام الخلافة العباسية كان الأقباط في مصر يسلموا الجزية، وكان الأرمن وغيرهم من المسيحيين الذين في بلاد الشام يسلموا الجزية.
وقبل الثورة كان اليهود في اليمن يسلمون الجزية في كل منطقة. ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث خالد بن الوليد إلى بني كعب أنهم أسلموا وعلمهم خالد الإسلام، كأنه ذكر أنهم عندما قدموا إلى رسول الله كاتبهم على يغيروا في دينهم ولا يعشروا ولا يحشروا. فهناك إشكال في ذلك وضعوا ما فيش إشكال. المعلم قد اتفق في آخر البحث أن الجزية على من لم يسلم، وأن الزكاة والعشر هذا والزكاة على من أسلم، لأن قبائل نجران بعضهم أميين أسلموا وبعضهم نصارى لم يسلموا، فلا إشكال. الذي أسلموا هو الذي سلموا الجزية، والذي وهم الذي كان أصلهم أميين، والذي كانوا نصارى رفضوا أن يسلموا فضربوا عليهم الجزية. كم كان يأخذ عليهم قال محمد؟ كم كان يأخذ على اليهودي جزية اليمن؟ اليمن كم؟ كم كانوا يأخذوا على اليهودي؟ ريال الفرنك على كل يهودي. السنة؟ السنة ما عدا النساء والأطفال. هل استفاد في إزادة الوعد ما عملها الملوك والرؤساء من أعطاء الحضارة والهمات والأحوال للوفود؟ يتيلهم شيء رمزي بس، ما قدش التولى صلاة. مقصده أن التولى حينما تأتي إلى الوفود فهدايا عندهم تمسك بشي دليل عتلوه هو عتلوه هو بعد يقول بدليل أن النبي وإلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا هم وشطر ماله في حروب الجو وقبله. والله لو منعوني على حكاء هل هذا يجعل الرأي راجح أن هذا الدولة أم ماذا؟ نعم، الشيء الجرار وغير من الكتب يقولوا أن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلموا الجزية للنبي، في أيام أبو بكر قاتلهم حتى سلموا